أحياء الكنائس في المملكة العديدة من الأمسيات الروحية المصحوبة بالتأملات الميلادية في عدة رعايا في الأردن وفلسطين. المزيد في هذا التقرير. عيد الميلاد المجيد هو عيد الفرحة والبهجة الذي يحيي قلوبنا في كل عام ويجعلنا نستذكر ميلاد الطفل المخلص يسوع الذي تنازل من عرشه ووطئ أرضنا المقدسة ليرفع عنا خطايانا. فبتلك الأجواء المفعمة بالمحبة والخير تهلل وتصدح جوقات الكنائس في الأردن بالتراتيل والألحان مرنمة لملك السلام الطفل يسوع. ففي كاتدرائية القديس جورجيوس وسط العاصمة أحيت جوقة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أمسيتهم الميلادية لهذا العام ببركة ورعاية رئيس أساقفة فيلادلفيا المطران كير جوزيف جبارة وبحضور المونسنيور غازي الخوري والقس سامر عازر وعدد من الآباء الكهنة الأجلاء والراهبات وجموع من أبناء الرعية، حيث قدم أطفال مجموعة كشافة ومرشدات المجموعة الكشفية التابعة للمطرانية باقات من الترانيم الميلادية المميزة التي أضفت جمالاً لأمسية هذا العام. وبعدها قدمت الجوقة ألحاناً ميلادية بيزنطية بقيادة الأب عماد بواب نالت إعجاب الحضور. وفي ختام الأمسية قدم سيادة المطران جبارة كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بهذه الألحان البيزنطية التي تنقلنا لمدينة بيت لحم في أجواء من التأمل، وعن أداء الجوقة المميز لهذا العام بقيادة الأب بواب متمنيا له دوام الصحة والعافية والخدمة الصالحة في خدمة الجوقة والكنيسة. اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة كلها بقبضتي، ومن وانتقالاً لكنيسة سيدة الوردية في منطقة شميساني، أحيت جوقة راهبات الوردية أمسيتهم الميلادية لهذا العام بقيادة الأخت لوريت زوايدة والمعلمة تمارا سماوي برعاية من سيادة المطران ويليام الشمالي مطران اللاتين في الأردن، وبحضور الرئيسة المنتدبة في الأردن الأخت مشلين معلوف وعددا من الراهبات وأهالي الطلبة، حيث قدم الطلبة باقات منوعة من الترانيم الميلادية بأداء مميز بمشاركة العازفين رياض زيادة وديفيد زوايدة. وفي ختام الأمسية قدم المطران الشومالي كلمة شكر لكل من بذل مجهودا لإحياء هذه الأمسية الروحية التي رنمت بها ملائكة الكلية. أشرق النجم والليل ضاء يسوع تأنس، والملائكة تشتو في السماء، ولد المخلص شعى السلام. دعني أبشر في ميلادك كملائكة السماء، ودعني أفهم تجسدك كمريم البتول ويوسف القديس. وفي كنيسة القديس بولس الرسول الجبيهة أحيت جوقة الكنيسة أمسيتهم الميلادية الرابعة بقيادة المرنمة حنين جدعون وبمشاركة العازف عمر سليمان، حيث أتت هذا العام برعاية المطران الشومالي. شملت على مجموعة من التأملات والترانيم الميلادية بحضور كاهن الرعية الأب بطرس حجازين والراهبات وأهالي المنطقة، سادت بها أجواء الميلاد المفعمة بالمحبة.
وفي كلمة للمطران الشوملي أعرب عن تمنياته للعام القادم بأن تنهي الكنيسة أعمال المبنى الجديد لكي يتسنى للجماعة المؤمنة الصلاة والاحتفال به. وكما شكر جوقة الكنيسة على هذا الأداء المميز قائلاً للمؤمنين إن من أهم فعاليات الرعية هي الجوقة، فهي التي تنقلنا للسماء، فلنحافظ عليها وندعم أعضائها. قديش أنا مبسوط شخصياً لأنه في جوقة جديدة برزت في رعايانا. إحنا عندنا جوقات بس بهالمستوى الصحيح عندنا تنتين ثلاث في الأردن كله، يعني إذا منا نقول مستواها فعلا إذا بيكملوا هيك في مستقبل كبير لهذه الجوقة، إنه إشعاعها يكون أيضا خارج هذه الرعية، لأنه بحاجة دائما بمناسبة الرسامات والاحتفالات الكبرى لجوقات تأدي. الجوقة اليوم برزت. ومن ثم ألقى قائد الجوقة طارق طايع كلمة شكر بها سيادة المطران الشوملي على حضوره ورعايته للأمسية، حيث سلم طايع مهام الجوقة للمرنمة حنين جدعون مقدما سيادته درعا تكريميا لها. وفي محافظة الزرقاء في رعية سلطانة السلام أحيت جوقة دون أوريوني أمسيتهم الميلادية بحضور كاهن الرعية الأب هاني جميل وعدد من الراهبات وأبناء الكنيسة، حيث قدمت الجوقة باقات من الترانيم الميلادية تفاعل وشارك بها الحضور. وفي كلمة للأب هاني جميل رحب فيها بالحضور شاكرا لهم على مشاركتهم الصلاة مع أعضاء الجوقة الذين يتزينون في هذا المساء بمشاركة الأطفال. شاركونا اليوم جوقة دون أوريوني بكنيسة سلطانة السلام الزرقاء الجديدة مار يوسف بأمسية ميلادية بعنوان الكلمة صار جسدا، وشاركونا معهم كمان أطفال جوقة ملائكة دون أوريوني اللي كمان رتلوا معنا. كل عام وأنتم بألف خير جميعا، وشكرا لقناة النورسات. Happy birthday Jesus. Jesus, I love you. وختاما في مدينة بيت الصحور في فلسطين أحيت جوقة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك الريسيتال الميلادي التاسع بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم في القدس، والأب سهيل فخوري كاهن الرعية، والأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم البطريركية الأرثوذكسية، وعدد من الآباء الكهنة، حيث قدمت الجوقة منوعات من الألحان البيزنطية والغربية نالت إعجاب الحاضرين. وفي الختام قدم الأب فاخوري كلمة قال فيها إن الولادة هي رسالة محبة وسلام للعالم أجمع من الأرض المقدسة. زي ما نعرف إحنا الكرة الأرضية موجود فيها ورود متنوعة، وكل وردة في إلها نكهة وفي إلها ريحة خاصة فيها، واليوم نحن بهالريستال هذا اشتركت خمس جوقات، كل جوقة بدل ما تشممنا ريحة عطرها سمعتنا إياه بأداننا، فكان بالفعل ريستال مميز جدا. إذا ندل على شيء بدل إنه مسيحنا واحد، إلهنا واحد. اليوم بالذات يمكن الأمنية كانت هي أن يحل السلام في بلادنا، في قلوب كل عائلاتنا، في هالنفوس اللي محتاجة للسلام الداخلي، فيها الناس اللي حرموا بهالأيام بالذات من أن يحتفلوا بعيد الميلاد، من فرحة عيد الميلاد منفكر فيهم بهالأيام بالذات ومنصلي مشانهم، نطلب السلام لهالبلاد لمنطقة الشرق الأوسط بالذات وللعالم كله، من ضم صوتنا إلى صوت كل الأباء كل رؤساء الكنائس في العالم كله وخاصة في الأراضي المقدسة، حتى ننقل رسالة المحبة والسلام اللي جاء فيها يسوع المسيح. المسيح هو هدف التاريخ وسيبقى دائما هدفنا دائما،
وهو الذي يجمعنا دائما، وهو الخلاص الوحيد لكل البشرية. أتمنى أعيادا مجيدة لجميع المؤمنين في كل مكان وخاصة في الأراضي المقدسة، وأتمنى لهم الفرح والسلام والسعادة. وأشكر نور سات اللي بترافقنا دائما واللي بتنقل بالذات رسالة المحبة، رسالة السلام، رسالة الخلاص إلى قلب كل إنسان. ولنعرف دائما أن هناك كثيرون دائما في شوق وفي اتصال وارتباط مستمر مع نور سات، فلا تحرم الناس يا نور سات من رسالة يسوع، لأنه تنقل رسالة المحبة، ويسوع محبة، وهم بحاجة إلى هذه المحبة. كل عام وانتم بألف خير. طبعا أنا كمرنمة دوري أنه أقدم رسالة من قلب كنيسة المهاد، ومن قلب بيت سحور حقل الرعاة، ومن قلب الأرض المقدسة والديار المقدسة. أكيد بيكون عنا رسالة من وجهها من خلال صوتنا، وأنا هاي الرسالة هي رسالتي للسلام ورسالة محبة لكل العالم في من قلب كنيسة المهاد ومن قلب الديار المقدسة. وبعدها تقبل سيادته التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه الأجواء التي عاشتها الأرض المقدسة واحتفلت بالمولود في مغارة بيت لحم، رتلوا وأنشدوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة.